بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد ما اتكلمنا في الجرامر عن الاسم المفرد والاسم الجمع وازاي بحول الاسم المفرد لاسم جمع، النهاردة جمعنا مع الضمائر البروناونز. البروناونز ضمائر، يعني بروناونز، يعني انا عايزة اقول دي اسمها سارة، هقول عليها ايه؟ دي سارة، اقول ايه؟ she is سارة. انا عايزة اقول انا اسمي دينا، my name is دينا، او اقول I am دينا. I am، I دي تعبر عني انا، ده ضمير I، انا بستخدم له I. هو he، هي she. فالنهاردة الفيديو بتاعنا هيتكلم عن الضمائر، يلا بينا نشوف الضمائر بتتكلم عن ايه. بسم الله، جرامر اهو، ده للاطفال، ازاي تعرفي اطفالك الجرامر وتأسسيهم في الجرامر قبل ما يدخلوا المدرسة في مرحلة اللي هي الكي جي 1 والكي جي 2 او الكيندر جاردن. زي ما احنا شايفين اهو، بروناونز، بروناونز الضمائر. احنا قلنا ناون اللي هو الاسم، ناونز اسماء، فبرو قبلها فتبقى الضمائر بروناونز. عندنا الضمير اي، اي ده انا، اي. ضمير هي، هي هو. شي هي. ات لغير العاقل، ات. عندنا هنا تمرين او مثال، اكزامبل، اي ام سارة، انا سارة، اي ام سارة. he is a boy، هو ولد، he is a boy. she is mom، هي ام، she is mom. it is a cat، هي قطة. نيجي بقى للضمائر اللي هي we ويو وزي. we are mom. ضمير you have a bike، انت عندك عجلة او انت تملك عجلة. they are playing، هم يلعبون. they هم، ما اقول عليهم هم، هم بيلعبوا، اقول they are. they are هو، عايز اتكلم عنه you، واحد قدامي وبكلمه ايه، اقول له انت، اقول له you. مجموعة قول we، يبقى نحن we، we يعني نحن، you يعني انت، they يعني هم. دي الضمائر اتعلمناها النهاردة، البروناونز. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوني، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.